نشوف تقرير عن دور اهالي سيناء ونرجع لحضراتكم مره تانية. الارض دي حالفين ما حد يهدها، واللي بغبائهم قالوا نحرق ارضها، نسيوا التاريخ ونسيوا اكتوبر جدودنا، جيل نديكي الامانه واحنا قدها. دور وطني كبير قام بيه شيوخ وعواقل واهالي سيناء في دعم القوات المسلحه ومعاونتها في فرض السيطره الامنيه وتطهير سيناء من العناصر التكفيريه والاجراميه. وبعد القضاء على الإرهاب الأسود والجماعات الإرهابية في ملحمة كبرى جسدتها قواتنا المسلحة والشرطة المصرية، بالتعاون مع أهالي سيناء المخلصين كان العبور الجديد لسيناء الحبيبة نحو التنمية من خلال إطلاق المشروعات القومية، واللي بتتضمن إنشاء ميناء العريش العالمي وجامعة العريش الحكومية ومحطة الكهرباء بالشيخ زويد وأكبر محطة لتحلية مياه البحر في غرب العريش، وإنشاء أنفاق تحيا مصر واللي ربطت سيناء شمالها بجنوبها بجميع محافظات مصر، بخلاف التوسع في الزراعة في قرى سيناء. كمان أقيم لأول مرة حفل إفطار جماعي في مدينة العريش بشمال سيناء، وكان ده بمثابة إعلان رسمي بالقضاء على الإرهاب وعودة الحياة لطبيعتها لأرض الفيروز. هذا الحدث كان رسالة للعالم بأن سيناء خالية من الإرهاب بفضل جهود القوات المسلحة وتضحيتها، وأعطى دلالة على عودة الأمن والاستقرار في كل مناطق سيناء.